حتى انا يعني اروح البيت اطبخ شيء مثلا من يمديك تسوي يمديك تطبخ يمديك تطبخ بالبيت يا شيخ. انا ركز سليمان وانا سعود وانا حسام انا نوام لا يفوتك مقطعنا اليوم غير تابعوا قناتنا اميجو. الله هو بركاته حبايب قلبي اليوم رجعين لكم فيديو جديد مع الشباب. يلا طبعا فكرتنا اليوم كيف تستثمر فلوسك بالضرب هذا وكيف تقدر تفطر بالسعر اللي راح نعطيك اياه. في ثلاث ظروف كل واحد بيختار ظرف وفيها كل واحده مبلغ وفي مبلغ كل واحد وحظه من اللي يقدر يشبع بهذا المبلغ. هذا المبلغ اليوم كم لايك؟ نبي 50,000 لايك. 50,000 تمام. يلا يلا والله زعل والله بس لايك سعدونا. ونواف قام مسوي تحدي يقول عن في مباراة النصر والهلال اللي يجيب توقع صح له جائزة. عاد جائزة بنعلم طبعا انا مع الهلال ترى هلالي انا بس لبست غريبة حسام لابس النصر وهذا لا لابس لا النصر. دقيقة دقيقة حسام من ورا ورا مرة 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 مدان نواف كلهم يلا 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 هذه ما ارتحت لها صراحة. طيب لحظة اول شيء راكان يفتحها خلينا نشوف كم. 5 ريال. نعم حلو هذه ايش تجيب لي مفروض؟ مستانسين على 5 ولبن يا رب اللبن 10 ريال كفي كفي بطولة كفي. انت سعود عندك 500 هذا بتجي 500 ذا 3 ريال تكبرون يا عيال. انا حلوة 3 ريال عنده حلو وانا 5 ريال وانا 10 حسام. طيب 3 ريال يعني تكبر ما تجيب لي تقول لا حسام وش الفلوس اللي ما ابغاك تشبع بهذا المبلغ. يلا بس يلا مشينا مشينا زين مشينا جاهز. يمديني يعني اعشيهم شوف اجدهم فطور؟ لا بهذا المبلغ لان احس زيد كثير ترى ما راح تاكل غير هذولي بس يعني ما راح تاكلون شيء ثاني. تكفى طبخ اهلكم طبخ اهلكم ما راح تاكلون منه بس اللي بتشترون منه. 1 2 3 عطى السي عشان تابع معنا الحق من اول واحد انا يلا يلا نوع. يلا امسك السله ودز هذه يا طويل ريال ونص ريال ونص حلو لا مستعد دي بريال ونص والله ريال ونص الا 7 دايس ترى ريال يمديني اروح البيت اطبخ شيء مثلا من يمديك تسوي يمديك تطبخ. يمديك تطبخ بالبيت يا شيخ. هذا كم بريالين يعني 3 ريال ونص كم 3 ريال ونص كان يحسب 6 ريال باقي لك ريال مويه يا سلام شوف يا سلام 5 ريال باقي لك انا فلوس كثيره ترى هنا استمر تقريبا 3 ريال باقي باقي 3 ريال ساعده يا حسام محامي انت معه انا بالقاب يا اخي قاعد ادور على سرعه استعجل استعجل باقي لك 3 ريال يلا ما في والله ما في واحد ب 4 ريال. اها شوفان 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 والله كويس بروتين. اوكي خذيت وش اسمه؟ فلوتات فلوتات. طيب الحين باقي لك كم نص ريال؟ هاي شو الوقت قاعد يدور الحين. ايه هذه حلوه الحبه فوق فوق يمين يمين افتح افتح عادي هذه هذه كم؟ هنا السؤال. هذه جيب اشوف لك. عندك في رقم؟ خذ لك مويه ترى والله ما تاخذ مويه والله. بطاطس بطاطس. ترى والله ما تاخذ مويه بالفطور قلت لك. لوزين. لوزين؟ اقفل لوزين. يزيد الربع والله ما نساعد. ناظر هذه كم؟ كم باقي لك؟ ريال؟ المسكين مو بنت المسكين هذا. كم باقي لك؟ تسوي؟ باقي له ريال. باقي لي ريال وخمس. كم؟ ريال 25 هللة ما تكفي هذا المسكين بزي. والله هذا المسكين اللي بياكل شلون تفطر اليوم؟ تراك الاهل ما فيه والله باكل مع اهلي والله العظيم لا انا لا تفطر فطورك هذا انا بطلع من التحدي هذا 85 ايه ريال الحين ريال و90 باقي لي كم؟ ريال و90 ريالين يعني يلا لا الحين انت استخدمت ريال و90 ايه ايه هذا ريال هذا ريال ونص انت باقي لك تصدق ريال ونص وهذا هذا كم هذا كم ذا؟ هذا كم؟ 85 ريالين و5 هذا 85 ذا؟ ريالين و 35 دقيقة 5 ريال نقص ريال ونص قلت لك ريالين و 65 بعدين نقص 85 ها؟ صح؟ ايه شوف ريالين و 65 باقي لي والله تصبر ليش ما استنيت انا وانا معي 10 انت واثق من نفسك؟ انا والله خذيت نوعت خذيت ذا صح
بس هنشوف وش خذيت؟ خذت موزة. ليش رايح نادي؟ ناظر هذا فطور باقي ريالين ترى. طيب حطها بكيس. كم هذا؟ ريالين. 2 ريال؟ في ابغى اشوف موزة معلش في سمول؟ هذا موزة. وش ارخص موزة عندك؟ سعود انت معه؟ انا مو بساعدك. خلني خديرة عشان تكفي. لا هذول تيجي جاهزة تنباع كذا ولا هذه غالية هذه غالية صغيرة. لا 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 صدقني لا 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 صح؟ متحمس يحسب كم؟ 80 هلا لا 83 قلت باقي لي ريال وثلاث يا حلوة فكرة الموز عجبتني لا هو صدام أنا ما رحمت إلا سعود أنا حتى موزة لو أخذها قفلت ميزان ريال وثمانين صح؟ إيه ريال وثمانين بارك عن آن شوف الفيديو في ياخذ حب غالي حب كاتشو 85 هلا لا 85 هلا لا باقي لك ريال باقي لي ريال يا صاحبي أبغى خذ لي إيه تعال هنا تو شايف شوف كيف يركض سعود أنا والله إني أرحمك 60 هذا طلبك شوف اسمع لو يزود هللة واحدة والله ما سامحك لا أنت ولا أنا شوف شوف بعلكم حاجة دقيقة ترى إذا صار الحساب غلط حلو مو بالملي ترى تعتبر خسران تمام ترى تعتبر خسران يمكن سعودي يفوز عليكم هو بثلاثة ريال خلاص يعني متأكدين من أسعاركم متأكدين لا أنا مو متأكد هذا هجت معي ذي هذه راح تخسر ترى بالمحاسبة ريال وستين إيه وهذا كم هذا 85 ما يمدي 85 وريال 60 ما يمدي كاجو كنسل كاجو بس هذا علي هذول فطوري تم طيب خلص خلاص انا خلصت انا خلصت يلا مشينا يلا سعود خلاص ريالين بريالين ونص باقي لك نص اخذ لي مويه مويه نص صغيره عرفت مويه نص هذا القنوع هذا القنوع لو زادت خسرت بالحلل تلقى تلقى بخمسين مويه بخمسين ترى شوف فيها 85 لا هذه بخمسة وثلاثين اسمع اللي 50 متاكد اسمع ترى غالي 85 هذه بخمسين هذه 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 والله هذه 330 ملي هذه نشوف اغراض ركان الحين شرى موزه وشرى حليب توكس وحليب وتويكس وكيك وكيك طيب نشوف سعود وش شريت كان بخمسة ريال خمسة ريال ثلاثة ريال شوف شريت موية والحمد لله اندومي بس يا سلام نشوف النواف بعشرة ريال وش شريت اندومي يا سلام شريت موية حلو علي بداية يا سلام حلو لا بعدين شريت تمر ايه حلو عصير ايوه وتشوكلت احلي وهذه برضه طبعا تحدي حسام يقول كل واحد ومبلغ الحين راح نحاسب إيه؟ اللي يزود خسران اللي يقل هو الفائز او نفس القيمه هو الفائز سعود بيحاسب بس اسمع الحين عندي نقاط ما في نقاط ما في نقاط هذا تحاسبه بس الحمد لله ثلاثة ريال ثلاثة ريال هذه كاش تحب قلبك خلصت التحدي انا كذا ثلاثة ريال الحين سادة حلو باقي ركان نشوف كم ركان ركان متوتر ثلاثة ريال ركان زاد يلا سبع ريال هذه هالشيء هذه ما ندري كم سعرها ركان توقعت 80 هلا لا ما تحسب ما تحسب حظ نواف ما تحسب عشان هذه لازم تكون كرتونة كامل طيب بزود 8 باقي لي ريال وخمسة باقي لي خلاص حاسب بس هذه اصبر لا 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 عادي من حقي من حقي هذه فطورك خلاص من حقي قول له لا صح لا لا خذ شيء هنا من هنا تاخذ شيء من هنا بسرعة ايوه لا بس والله كانوا بينهزم والله الفايز ما قلت لكم انا عشان يطلع حقيقتكم الفايز له 500 ريال حلو والثاني له 100 ريال اللي لا فاز لا 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 اعترف المركز الاول اللي فاز سعود اقول لكم مو كل شيء بالفلوس مو كل شيء بالفلوس
لان 500 ريال الحين لان اختار صح وجاب السعر بالملي. حبيبي هلا لا خربت علي. المركز الثاني انا اكيد انا نواف عشان 9.95 إيه؟ يعني 5 هلا لا مسوي اكثر واحد موزن واللي يتعب على نفسه ركب. يا الله جبت 13 هلا لزاد فما سامحني. انا قلت ثاني بس قولوا الصراحة اكتبوا تحت بالتعليقات من افضل فطور تشوفونه. والله انا والله انا صراحة والله انا اكتبوا بالتعليقات اكتبوا التعليقات نواف سعود ولا ركب بس رغم فلوسي اني افضل واحد. طيب انا ليش جايد فطور اندومي ليش جايد زايد ده وزايد ده فوق اغراض سعود هم شايفين شايف. طبعا يا جماعة الخير احنا على وعدنا تو ماتنا المغرب هذه فطورنا طبعا ننتظر العيال يقومون يسلموا الوعد في الملحق ان شاء الله نفطر هنا بسم الله. والله هالي مسوي لك البسكاله و... لا هذا تحدي عاد تونا صحيح ما علينا بسم الله خلنا نثبت الكاميرا هنا يلا يلا ما علينا طبعا سعود صاحي ها شوفوا سعود بس مويه وين الاندومي قاعد يطبخ هذا سعود طبعا نواف جايب اندومي وتصبيره الحين ما صحى طيب اسمع حد ياخذ فطور نواف من انا نايم لا لا انت فطورك هنا نواف نواف جاء 10 ريال فطوره مليان وما صحى يعني ما ادري ايش يبي ما ادري ايش يبي صدق اي مره مره انك تاكل وما في هربطة والله دخلت على الريق ما تسلفني موية طبعا يا جماعة الخير شوفوا الساعة كم الساعة 6:39 لا مقومين متأخر شوي بعد ايه شوف انا صلوا ونوقتوا يصحى وتوي يصحى تشوفون يا الله هذا فطورك اخوان نبيل موية حارة موية حارة اندومي ترى ما انصحت تو سعود والله تو سعود يقول والله جت اخو كل اي شيء ثاني سندويشه كذا سندويشه وش كمان صح للحين ما افطرت يعني؟ افطر سعود افطرنا افطر وش راح افطرت؟ ما شريت الا اندومي ومويه وش راح افطرت؟ هل غشيته من وراي؟ لا ما غشينا في شيء اكلناه الحمد لله انا وسعود اخ بس باقي نواف الحمد لله والله فطوري ايش تبي بعد؟ بس متاخر تراك انت تدري متى متى مأذن؟ متى؟ شيء قبل 20 دقيقة. أنت وقت تصحى؟ صح. ترى غش هذا بس يلا يعتبر صح صايم والله تعبان والله جوعان أتأكد. كانكم ما أتذكر والله ما كانكم بط بحديقة. إيش قصدك؟ وين وين؟ مدي بس. إيه حسبتك تاخذ شيء ثاني. شوف شوف أنا أعطيتك عاد لا تصير مديح. اسمع عنك بس بعد شوي. اوف عقلك بعد جاي بتموت بطنك بيروح فيها شوف العين بطنك انت انا ما اخذ لي ذا شكلي يا رجال يلا عافيه عافيه المهم زي ما تشوفون نواف الحين هذا فطوره وكذا وصلنا لنهايه المقطع يا جماعه الخير شكرا لكم شكرا لمتابعتكم يعطيكم الف عافيه على دعمكم يا جماعه الخير في المقاطع اللي قبل الله يسعدكم وشكرا يا شباب على الفيديو كرسان بس اهم شيء مين الفائز من المركز الاول انا وال500 الحمد لله جتني من حسام هذا افضل شيء شكرا لكم يا جماعه الخير يعطيكم الف عافيه بحط لكم هنا حساباتنا تحت في الديسكريبشن روحوا تابعونا وخلونا نشوفكم فس اوكي انا دايم ليش انا ليش دايم كذا اجيب العيد ما اكمل شكرا لكم كان معكم اكمل سليمان سليمان سعود سليمان فما سيو